اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد لسه عندنا تفاصيل مختلفه في الترند العالمي في حلقه اليوم، وبالتحديد خليني ابتدي بحساب ليفربول على تويتر واللي بينوه عن مباراه اليوم ما بين ليفربول وارسنال. الغلاف كان لصوره لماني طبعا نجم هجوم ليفربول، وفي الخلفيه فيرمينو وايضا فابينو لاعب خط الوسط واللي بيلعب في مركز المدافع دلوقتي في صفوف ليفربول. خلينا نروح لحساب أرسنال على تويتر واللي نشر تصريحات لأرتيتا، طبعا المدير الفني المميز واضح جدا أنه مبشر حتى الآن، وتصريحات قبل هذه مباراة اليوم، واللي بيتكلم فيها على أن فريقه لازم يكون في أفضل حالاته عشان يقدر يتغلب على فريق ليفربول، وهو طبعا يعني قدر أنه يفوز في قبل انطلاق بطولة الدوري على ليفربول في كأس الدرع الخيرية بضربات الجزاء الترجيحية، وماشي معهم بشكل جيد يعني. طيب دي صورة مهمة جدا في حساب بيتشر فوتبول على تويتر، واللي نشر صورة لبيب جوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي بعد خسارة بخماسية من ليستر سيتي. والصورة يعني بتشير لإيه؟ بتشير إن هو الراجل عبقرينه طبعا طبعا يعني جوارديولا، ومخترع في بعض الطرق اللعب في كرة القدم، وده حقيقي ده أمر واقع، لكن من كتر عبقريته اتصدم بخمسة في مباراة امبارح امام ليستر سيتي. هي كبوه لمانشستر سيتي لكن اعتقد ان هم هيفوقوا منها على طول يعني. طيب خلينا نروح لرونالد كومان، طبعا المدير الفني لبرشلونه واللي حقق اول انتصار ليه في بطوله الدوري امبارح على فياريال بنتيجه 4-0، وده كان تصريح لكومان على تويتر حساب الشخصي ليه، وان هو سعيد طبعا باداء اللاعبين ونتيجه المباراه بعد الفوز برباعيه. احرز الاهداف امبارح اكيد حضراتكم تابعته، فاتي طبعا النجم الشاب هدفين، وميسي هدف من ركله جزاء، وتوريس لاعب فياريال هدف في مرماه كان الهدف الرابع. طيب خلينا نروح لبليتشر فوتبول وصوره لميسي، والصوره بتنم عن ايه؟ بتنم على ان يعني وجه ميسي الحقيقي حزين، والماسك اللي فوق ده ابتسامه يعني في اشاره للابتسامه يعني عايزين نقول ايه، مش حقيقيه او مش واقعيه من ميسي امبارح بعد احرازه الهدف، وواضح ان هو حزين، وكان باين من تصريحاته بعد رحيل سواريز، وكان رغبته معروفه ان هو عايز يرحل اصلا عن برشلونه. طيب خلينا نروح كمان لفيل جول حسابهم على تويتر، وبيتكلموا عن في رقم جديد لأنسو فاتي طبعا في عمر 17 سنة 332 يوم، يعني 17 سنة 332 يوم، أصبح أصغر لاعب يلعب في أكبر خمس دوريات أوروبية يسجل أكثر من 10 أهداف في جميع البطولات منذ بداية الموسم الماضية، وطبعا موهبة مبشرة جدا وحد هيكون أكيد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. تعالوا بقى نختم بمفاجأة يعني غير متوقعة. امبارح كانت مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، وخلصت بخسارة بايرن ميونخ بنتيجة 4-1، يعني اللي بيعمله بايرن في الناس اتعمل فيه امبارح بعد ما فاز على برشلونة 8 في الشامبيونز ليج، وفاز على شالكة في أول جولة في بطولة الدوري الألماني 8 أيضا، بيخسر امبارح 4-1 في مفاجأة كبيرة جدا. هوفنهايم عملوا مباراة كبيرة، لكن ده واضح جدا من الإجهاد اللي بيعاني منه فريق بايرن ميونخ بعد مباراة إشبيلية كمان في السوبر الأوروبي واللي فاز فيها بنتيجة 2-1، فكان طبيعي جدا إن الخسارة تبقى يعني بتحصل لفريق بايرن، لكن أيضا أكيد هيستفيقوا لأنه عندهم مدرب ممتاز جدا وعندهم مجموعة من اللاعبين المميزين. دي طبعا الاهداف الخاصه بمباراه الامس ما بين هوفنهايم وبايرن ميونخ، واللي انتهت بفوز هوفنهايم بنتيجه 4-1.